صباح النور حبيباتي، اليوم باش نمشوا مع بعضنا باش نقضي باش تشوفوا معايا المشتريات نتاعي وباش نشوفوا فين بعد باش نطيب. ولهنا حبيباتي قررت باش نعمل دجاجه محشيه. بنتي قالت لي خلي الحوت نهار اخر. حطيت الروز والجلبانه والسفناريه مقصوصه جويده وفواحه كركم والفاحات المعروفين بها، وغسلت الدجاجه نتاعنا بالقرص والملح ومرقه الروز نتاعي باش نخليه يطيب سله سله. ونشد الدجاجه نتاعنا بعد ما غسلناها، ندخل المغرفه بالقدا باش ندخل لها الفاحات. وها هوكا كيما تشوفوا الروز هاي يشرب الماء نتاعو طاب. حطيت لهنا صحفة باش نفوح بها الدجاج نتاعنا، حطيت الفيجيتا وحطيت الكركم حطيت الملح وباش نزيد شوية ثوم مرحي. وشوية فلفل أكحل، أكحل ولا أبيض، أنا عندي أبيض. وباش نحط شوية إكليل. باش نحط لهنا عندي اعشاب كويزين مخلطه. وحطيت مغرفه بابريكا وباش نحط شويه زبده وباش نخلطهم ونبدا ندخل بشويه بشويه. ونحليت الدجاجه بالمغرفه
وتو نشد الروز نتاعي ونحشيه في الدجاج نتاعنا. الروز بسم الله ما شاء الله جاي كل كعبة وحدها. وكي باش يفضل عندي شوية روز هذاك حبيت باش نخليه ندور به الدجاجة في الطبق. وجيت لنا للطبايق اللي باش نطيب فيه، حطيت فيه شوية زبدة ونسكروا الدجاجة نتاعنا بالكوردون وباش نحطوها في الطبايق وندخلوها للفور. ها هيك الدجاجة بسم الله تحمرت، نصبوا عليها كالزيت ونحطوا الروز نتاعها على جناب وندخلوها للفور تتجمر. وها هيك حبيباتي الدجاجة نتاعنا بسم الله ما شاء الله، والروز كيفاش شربك الماء نتاع الدجاجة نتاعنا. ان شاء الله يا ربي الفلوك نتاعي يعجبكم والخرجة والمشتريات نتاعي عجبتكم. وباش نخليكم مع الفيديو الى اللقاء، ما تنسونيش باللايك والكومنتات الحلوة باش يوصلكم جديدي.